بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس المواد الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. دروس الفصل الدراسي الأول للصف السادس الوحدة الأولى سوف نتناول فيه تاريخ الحضارات القديمة، وأول درس فيه هو البحرين عبر التاريخ القديم. أما بالنسبة إلى أهداف الدرس فيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يبين دلائل الحفريات الأثرية التي تدل على تاريخ البحرين القديم، يقدر دور سكان البحرين في التاريخ القديم، ويوضح أبرز مراحل التاريخ التي مر بها البحرين القديم. فكر معنا في هذا النشاط، رتب الكلمات المبعثرة لتكون جملة مفيدة. طبعا نستطيع أن نرتب أكثر من جملة، ولكننا سوف نقتصرها على جملة واحدة فقط. قامت دلمن البحرين وسط حضارات الشرق القديم، وكان لها دور بارز في المنطقة. إذن قامت دلمن البحرين وسط حضارات الشرق القديم وكان لها دور بارز في المنطقة. هذه الجملة تدل على معنى كبير جدا، بأن دلمن أو البحرين قد كانت ولا زالت تلعب دورا كبير في المنطقة، وخاصة ماذا؟ في مسألة التجارة. لنتعرف معا على هذا النشاط. سوف نتناول في هذا الدرس نقطة الأرض والسكان، التاريخ، ولدينا أيضا المراحل الرئيسية في تاريخ البحرين. أولا نقطة الأرض والسكان. من خلال الخريطة التي أمامنا يتوضح لنا أو يتبين لنا موقع دلمن. نلاحظ هنا البحرين أو دلمن كما كانت في السابق تقع ماذا؟ وسط الخليج العربي، ويتوسطها ماذا؟ حضارات ودول عدة. نستطيع أن نقوم أو نؤدي هذا التوسط من خلال رسم مبسط. ندع دلمن في الوسط، عفواً، دلمن يحيط بها من جهة الجنوب بلاد اليمن وقد قامت معها بعلاقات تجارية، ومن الشمال بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، ومن جهة الشرق بلاد السند وبلاد فارس، ومن جهة الغرب لدينا مصر الفراعنة وفينيقيا أو بلاد الشام. نلاحظ هذه الدول أو هذه الحضارات قد تأثر بها سكان دلمن وأقاموا معها علاقات تجارية في تلك الفترة، ولا زالت خاصة مع بلاد ما بين النهرين. إذن شكلت جزر البحرين بفضل موقعها وسط الخليج أو قلب الخليج العربي مركزاً للتفاعل الحضاري والتجاري أيضاً في تلك الفترة، ولا زالت إلى يومنا الحالي. بالنسبة إلى تاريخ البحرين، نجد بأن البحرين تحوي أراضيها على الكثير من الشواهد والآثار التي تثبت بأن دلمن حدثت على أرض البحرين، فهي جزيرة تحتل ماذا؟ موقعا مميزا في البحر كما قلنا سابقا. وجود الكثير من الشواهد والآثار التي تثبت بأن البحرين هي دلمن، كما أيضا أن بعض الحضارات قامت بذكر اسم دلمن
كنصوص السومرية والأكادية والبابلية والآشورية التي تعود كما قلنا في دروس سابقة إلى حضارة بلاد الرافدين، وتثبت بأن دلمون هي البحرين لتقطع الجدل، حيث تم العثور على نص أو حجر كتب فيه بكتابات مسمارية بأن دلمون أرض أو جزيرة تحيط بها المياه من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. والبلد الوحيد في شبه الجزيرة التي تحيط بها المياه من أربع جهات ماذا؟ هي البحرين، أو كما كانت تسمى سابقاً بدلمون. نأتي الآن إلى المراحل الرئيسية في تاريخ البحرين. مرت مملكة البحرين ماذا؟ بمراحل رئيسية مهمة إلى المرحلة الحالية التي نحن فيها. فالمرحلة الأولى مرحلة العصر الحجري. طبعا قبل حدوث العصر الحجري كان هناك ماذا؟ عصر حجري قديم، وبعدها يليه العصر الحجري الحديث، حيث تم إثبات بأن سكان البحرين أو سكان دلمون كانت مأهولة منذ العصر الحجري الحديث، وأطلق عليها ماذا؟ بحضارة دلمون. ونظرا لموقعها المهم في قلب الخليج العربي وتحيط بها المياه من جميع الجهات، نقول علل، اذكر السبب، لماذا غالبية سكان دلمون كانوا يمارسون صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ؟ هذا شيء طبيعي لأنها جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، لذلك غالبية سكانها مارس هاتين المهنتين، إلى جانب ماذا؟ تربتها الخصبة ومياه العذبة التي جعلها ماذا؟ تبرع في الزراعة وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية، أهمها القمح والشعير. أيضا كانت لها علاقات تجارية بسبب موقعها، كما كنا في بداية الدرس، لعبت دورا تجاري وحضاري بين سكان بلاد الرافدين وبلاد السند في تلك الفترة، ولا زالت. ونظرا لهذا الموقع جعلها محط أنظار كثير من دول العالم، وأدركوا أهمية موقعها، وأن الذي يسيطر عليها سيسيطر على ماذا؟ مركزها التجاري. ففكر القائد اليوناني الشاب الإسكندر المقدوني الذي عرف ماذا بذكائه ودائه، بأنه إذا استطاع أن يسيطر على دلمون فبإمكانه السيطرة على تجارة ماذا؟ دول الشرق. وفعلا سير جيشا في تلك الفترة وقام ماذا؟ بالتوجه إلى دلمون وسيطر عليها ماذا؟ وسيطر على تجارتها، وغير اسمها من دلمون إلى تايلوس وأرادوس، وحكمها عدة سنوات في تلك الفترة. وأيضا مرت البحرين قبل الإسلام بعهد عرف فيها اسمها باسم أوال، نسبة إلى صنم في تلك الفترة. هذه خريطة أمامك عزيزي أو عزائي الطلبة، حاولوا معي أن تحددوا موقع دلمون، مستعينا أو متذكرا ماذا؟ بالرسم البياني الذي قمنا برسمه سابقا، بما أنها تقع في قلب الخليج العربي، فأين مركزها؟ شيء بديهي، سوف يكون ماذا؟ هنا موقع دلمون. الشواهد الأثرية في البحرين، هذه بعض الآثار أو الشواهد التي تم العثور عليها في مملكة البحرين، وتحوي بعض الكتابات المسمارية. طبعا في تلك الفترة كانوا لا يكتبون كما نكتب الآن نحن حروفا وأرقام، بل كانوا يرسمون ويصفون حياتهم اليومية بهذا الشكل، وسميت هذه الكتابة بالكتابة المسمارية كما أخذناها في الصف الرابع الابتدائي، وهي كتابة انتشرت في دلمون وبلاد ما بين النهرين للعلاقة الوثيقة بين هاتين الحضارتين. اكتشف هذا الشاهد الأثري في البحرين، وهو يثبت أن البحرين هي دلمون، لأن أنزاد هو الإله الحارس لدلمون استنادا للنصوص السومرية القديمة. البحرين هي دلمون، نؤكد على حسب ماذا؟ النصوص التي تم العثور عليها في تلك الفترة.
والآن أعزائي الطلبة، نقوم بحل هذا النشاط والذي يقول اختر الجواب الصحيح وضع علامة صح في المربع المناسب. البحرين كانت مأهولة بالسكان منذ العصر، أي عصر نحن قلنا؟ لدينا عصر حجري قديم حديث، ثم لدينا ماذا؟ حقبة تايلوس، أيضا حقبة ماذا؟ أوال. لدينا قديم حديث برونزي. ما هي الإجابة؟ لنرى الإجابة المناسبة هي الحديث. أحسنتم. النقطة الثانية، ورد اسم دلمون في العديد من النصوص. أي نصوص تتبع بلاد الرافدين والتي أكدت بأن دلمون هي جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات؟ هل النصوص الآشورية أم الهندية أم التركية؟ والإجابة الآشورية. رائع. ننتقل إلى النقطة اللي هي الثالثة، حضارة دلمون كانت مركزا للتفاعل، أي تفاعل؟ حضاري، إنساني أم معماري؟ والإجابة التفاعل الحضاري. وبهذا الشكل أعزائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا بدرس اليوم، على أمل أن نلقاكم في درس جديد. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.